فرشتك يا حرامي. يا لهوي حرام عليك يا خالتي قطعتي الخلف. انت حرامي. حرامي حرامي ايه يا خالتي بس؟ حرام عليكي، ده انا كوريا، كوريا بنت اختك العمشه بدريه. احفظها لك ازاي دي بس؟ اخت مين؟ اختك يا خالتي، اختك العمشه بدريه، انا بنتها. انت بنت انت؟ لا اله الا الله، وانا لازم يعني اتقصع لك بالقميص النايلون طول النهار في البيت عشان تقتنعي اني بنت؟ يا خالتي حرام عليكي، ارحمي امي. امك مين بقى؟ لا اله الا الله، ام العمشه بدريه يا خالتي. اه وانت مين؟ انا ابنها، انا ابن اختك العمشه بدريه. خلاص سيبيني بقى اخلص لك المحشي عشان اشوف حالي. طب اسمع، اما تشوف البنت كوريا تفلي في وشها. حاضر يا خالتي، هتفلك في وشها. الله يكرم اصلك. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ده فين المذكرات بتاعت قضيه حسين الصياد وملخص الاوراق بتاع الشركه المتحده؟ هو مفيش احساس بالوقت خالص يا دكتور؟ انا دخلتهم لحضرتك امبارح. دخلتهم لي انا امبارح؟ طب اعمل لي ورقه باللي خلص واللي ما خلص. في حاجه اسمها نظام يا هاني. حاضر يا دكتور. هاتي لي البيل بره ده. هاني تحت امرك يا دكتور. اسمع يا هاني، تسيب كل الاوراق والقضايا اللي في ايدك وتركز لي على القضيه بتاعت مدام هايدي ابو طالب. عايز اعرف كل حاجه بتحصل في القضيه دي، مش عايزك تيجي تقول لي حصل كذا، عايزك تقول لي هيحصل كذا، مفهوم؟ الصوره اللي الواد سوكا صورها لك وسلومه بيبوس راسك قلب الدنيا مترشقه على كل موبايلات المنطقه. وانت مبسوطه كبدك وصوره خطيبتك على موبايلات الشباب؟ موبايلات؟ انت قلتي موبايلات؟ وربنا انت قلتي موبايلات؟ ايه اسمها موبايلات يا هبله؟ ويعني لا مؤاخذة صورة بالمايو، ده صورة محترمة وانت مهزقة أدخن شنب في المنطقة. انت هتتنطط عليا بعلمك يا اخويا ولا ايه؟ ده انا دبلون صناعة قسم زغرفة يا تلميذ، وانت بقالك 100 سنة في سنة تالتة مش عارف تعديها، انت عايزينها تبقى خاطر. ويعني اللي اتخرجوا عملوا ايه لا مؤاخذة؟ ها؟ عملوا ايه؟ أنا عارفة بقى. يا هيما يا هيما، ما انا قلت لك 100 مرة نشوف لك أي واسطة نغمزها بباكوين، يديك حتة أرض استصلاح في أيها صحرا، ونفك بقى من ام الحاره المعفنه اللي احنا عايشين فيها دي. خليكي انت في جو الصحراء والزراعه والطينه اللي انت عايشه فيها دي. يا كوريا انا ما اتعلمتش في الكليه غير حاجه واحده بس، ان انا زي الزرعه لو خرجت من منطقتي لازم تسقيني بالفلوس يا اما هدبل واموت. يو بعد الشر عليك يا اما، ما تقولش كده تاني. انا ليه مين خرج في الدنيا يا راجل؟ ده انت اخويا وابويا وسندي وظهري في الدنيا كلها. ايه يا بنت الحنيه دي؟ يو ما تكسفنيش بقى كداك يا خلاص. لا والنبي ايه الحنيه دي؟ يو بس يا راجل بقى اتلغى. يا لهوي في ايه يا بنت؟ خلاص في انا خطيبك انت هبله. هايدي هانم بنتي نجوى نجحت السنه دي وتخرجت من الجامعه، ويعني كانت مكسوفه انها تكلمك انك تشوفي لها شغلانه في شركه والدك بعد ما عرفت خلاص يعني انك هتمسكيها ان شاء الله. يا نهار ابيض يا دادا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ نجوان دي مش بس صاحبتي، دي اختي وتوأمتي. تشتغل معايا ده ايه؟ دي هتكون معايا خطوه بخطوه في كل حاجه بعملها. الهي يا رب يفرح قلبك ويكبر بخاطري. مفيش حاجه اسمها مش مستريح له يا بابي، مروان ما فيهوش عيب، وبعدين حتى لو في عيوب الدنيا دي كلها، انا بحبه وهو بيحبني وده كفايه بالنسبه لي. يا بنتي ده بيئه. عايزك توعدني بحاجه. انت النهارده ملكه تؤمري تطاعي على طول. اوعى في يوم من الايام تخن ولا تسيبني ولا تجرحني. اوعى تشمت حد فيا. خلاص انا هموت قبل ما اعمل اي حاجه زي دي. هو في حد يقدر يخون العيون الحلوه دي ولا يسيب الضحك الحلو؟ خلاص خلاص يا ابنة. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديكي وسندس عطشان. يا سلام يا ما نفسي اشرب مية زمزم. يا حبيبتي ربنا يكتبها لك يا خالتي. يا رب يا اختي، ابوك الله يرحمه كان جابها لي في جركن كده
وكانت ايه تقولي سكر. يا لهوي انت يا لسه فاكره خالتي؟ ده انا كنت صغيره قوي. ودي تتنسي ميه زمزم يا بنتي؟ على قولي كنا بخالتي حلاوه. ازاي يحصل كل ده وما تطلبنيش؟ هو انت مش عمي؟ وهايدي دي مش بنت عمي؟ انا حزين منك يا عمي. خلاص بقى مش وجع دماغ دلوقتي، مش فاضيين الحاجات دي. خلاص يا سيدي نو بروبلم، مفيش مشاكل. الف سلامة عليك يا هايدي، الف الف سلامة عليك. ما تقلقيش من اي حاجة وما تحمليش هم حاجة طول ما انا موجود. دادا اعملي لها حاجة تشربها. ما تعمليش حاجة، انا مش عايزة حاجة من الست دي، مشوها من قدامي، مش عايزة منها حاجة. والله انا ماليه ذنب يا بنتي. طب والله العظيم، والله العظيم انت بنتي زيها واكتر كمان. انا ما اعرفش ولا عايزة اعرف انا حاجة من اصله. انا مالها انا البطن اللي خلفت واحدة بتعض الايد اللي اتمدت لها؟ انا مش قادرة اسمع صوتها، مش قادرة اشوف خلقتها. بقول لكم مشوها من قدامي حالا. خلاص خلاص خلاص. انصاف. بص انصاف، خدي يا بنتي خدي دول ها وروحي انت دلوقتي، لما تروق هي حنادينا. كتر خيرك يا بيه. تعالي يا دادا، تعالي افتح الباب يا انتصار. بس حبيبتي بس بقى بس بقى. الله، هو انت؟ صباح الخير. انا صباح الخير. انا مكتب النائب العام بيحقق في البلاغ المتقدم من البنك ضد هايدي ومروان. ده معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار بمنعك من السفر يا هايدي. هايدي لازم تسيب مصر فورا. اسيب مصر يعني ايه؟ ومين قال ان انا عايزه اسافر؟ هسافر ليه يعني؟ سافر ازاي وهي في الحاله دي؟ ازاي يعني؟ ده الحل الوحيد اللي قدامنا. انا كلمت مصر الطيران وحجزت لك على الطياره اللي رايحه لبنان كمان 3 ساعات، ومن هناك هتروحي على لندن. هايدي ده الحل الوحيد، زي ما بقول لك هتسافري يعني هتسافري، مفيش وقت للحزن. الحقني يا هيما، الحقني يا سوكا، مش لاقيه خالتي. ايه في ايه؟ عربيه نقل كبيره محمله زلط ولا ايه؟ ما تفهم، عدت في الحاره. ايوه نسيها دلوقتي. الله يخرب بيوتهم، هزوا البيت هزه جامده. ابو الولاد الحرام قالوا زلزال، خلوا الولاد ناس اتجرت مش عارفه في الشارع، بقالي ساعتين بدور عليها مش لاقياها، قلبت على المنطقه حته حته. خلاص استهدي بالله، انا هقلب لك عليها الدنيا. تعالي يلا تعالي تعالى سوكا، خدوني معاكم. يا ولاد الحلال، ست كبيرة ازاي لابسة جلابية سودة وحافية اسمها الحاجة سندس، مريضة عقليا، اللي لاقيها يوديها للأخت كوريا في حارة الكرامة والأجر والثواب عند الله. يا ولاد الحلال، ست ازاي بقالنا يجي 3 ساعات بندور عليها، احنا لابسين الحرج 10 مرات. انا حاسه ان انا مش هلاقيها. ده هم ايه ده بس اللي حاطه على دماغي يا رب؟ تلاقيش يا كوريا، يعني هي تعرف حاجه بره المنطقه هنلاقيها؟ يعني هي تعرف جوه المنطقه ما تعرف؟ والله يا هيما معلش هنلاقيها ان شاء الله، احنا طالق وراها العيال كلها. ما قلت لك يا خال، قلت لك ما تشيلنيش فوق همي، كنت كنت عايز تخلص وخلاص. وحبيبها واسمها الحاجه سندس، مريضه عقليا يوه، وده وقته يا هيما. يا بنت بواسيكي في ايه؟ في حارة الكرامة. اشوف اتصل ولا لسه؟ الاجر والثواب عند الله. قول قول بدل ما انت ساكت كده. اقول ايه بس؟ قلبي وجعني عليها. كنت زعلانه يا خالتي اني بحبسك في البيت. اديني سبت لك الباب مفتوح. شفتي عملت فيا وفي نفسك ايه؟ هوني عليك يا اخت كوريا. ربما تكون تاهت منك مش عارفه تراعيها هتأنبها ولا ايه؟ استغفر الله يا اخ ابراهيم. ولكنها ما زالت تعيش فوق ارض وتحت سماء خالقها اللي بيرعاها وبيرعاكي، مش هتتوه منه. لا ارض الله واسعه يا شيخ، ممكن تتوه عادي. يا زبطي خلاص اهدى يا كوريا، اهدي ما تقلقيش، انا مش عايزك تقلق. انا طالق وراها كل العيال من كل المناطق اللي حوالينا، ان شاء الله هيلاقوها. ايه كوريا، انا جات لي فكرايه، انت تديني صوره خالتك والتليفون بتاعك واصورهم 500 صوره وارزقهم على كل الاتوبيسات والمحلات، واللي يلاقيها نبقى راضيين. هتحط رقم التليفون على الاتوبيس. اللي سمعته ده يا كوريا معقوله؟ الست الكبيره تضيع منك قد ايه؟ الامانه اللي انا شايلها في رقبتك انا وامك اتهمليها قد ايه يا بنت الناس؟ بقول لك ايه خيه، فكك متجوز ابي الجبل ده دلوقتي خالص. انا همي قد المقطه، فين اللي مكفين؟ ثم انت فين من ساعه ما كلمتك؟ وانت كنت استعنتنا؟ ما انت من ساعه ما رميتها لي وانت مطفي دماغك. خلاص يا بنت، خلاص يا بنت يا كوريا، عيب استهدي، خدي لك بقي شاي وهدي اعصابك كده. هو ما تكلميش خالك بالشكل ده راجل محترم بردك وكبيركم. هعمل ايه يا بنت الناس؟ انا اللي فيا مكفيني، في هم فوق دماغي. اروح ادور عليها، ربنا اللي عطرنا بيها في الدنيا قبل الجنه. سلام. وربنا ذئاب الجبل. كوريا
مفتاح المحل يا بنت الحلال وكل عيش. سيبك وهي في معيه الله، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. اكل عيش ايه ومحل ايه اللي افتحه بس؟ اجدعان دي فرقبتي، ده اللي بيبقى عايش مع حيوان لو حصل له حاجه بيزعل عليه. انت مهما كان خالتي برضه عندها حق يا ولاد. الله، ما هو اللي عايش اهو عايش بياكل وبيشرب وينام، واللي ميت اهو بندفنه ونزعل عليه شويه ونقول خلاص الحي ابقى من الميت، لكن اللي تايه عقله بقى ده نعمل له ايه يعني؟ نحزن عليه ولا نعمل فيه ايه؟ والوليه غلبانه يا ناس، عقلها مش فيها، ما بتعرفش السما من العمى خالص. ايه يا كوريا؟ سمعتهم يا اختي بيقولوا في الميكروفون ان خالتك تاهت، لما تعتري عليها ما تبقيش تحبسيها وتسيبيها تعيط ورا الباب لحسن، والله قلبي بيتقطع عليها. مش بنت من هنا، غوري من هنا احسن، وتربت امي افرج عليك امي تلاقيها. الله، هو انا غلطانه يعني اني بقول لك يا رب تلاقيها؟ دي سندس دي ليها الجنه، هي مخها طق من شويه. شوف شوف، خلاص خدي يا حبيبتي. انا صلي على النبي، انا صلي على النبي. انا مش مصدقه ان انا مسافره من غيرك يا بابي. انا مش فاهمه اصلا انا مسافره، مسافره ليه ولا هربانه من ايه؟ بابي انا عملت ايه غلط؟ فهموني بس. حبيبتي حبيبتي نو بروبلم، خليكي جامده كده وحلوه وكل حاجه، يومين وهترجعي ان شاء الله. هايدي انا هخلص شويه حاجات عندي كده وهاجي وراك على لبنان. انا ما ينفعش اسيبك هناك لوحدك. لبنان دي مش هتنفع تكون اكتر من محطه يوم او يومين، لازم بعد كده تروحي اليونان او لندن، لان مفيش بيننا وبينهم اتفاقيه تسليم مطلوبين. هايدي الحمد لله ان انا لحقتك حبيبتي. خلي بالك على نفسك، ها وجمدي انت قدها. ها ماشي، باي باي يا بابا. باي يا روحي، باي باي. خليكي جدعه بقى. ها ماشي. اوكي ماشي، كلميني. حاضر، يلا باي باي يا نادر. خلي بالك من نفسك. باي. هايدي لا اله الا الله محمد رسول الله. باي. هايدي ابو طالب السيد السنهولي، موقفها ايه؟ تمام تمام انا اسف يا مدام، في قرب هناك بالسفر. ازيك يا هيبة؟ وحشتني. ما قلنا هنا لا يا نوال، ما قلنا هنا لا. اكتبها لك على ام العربيه من بره، ما تجيش هنا يا نوال. الله، ما تبطل عبط ياض وانجز. انجز في ايه؟ بص، سلمة طلع على الخصوص يعين كام راس كده لواحد صاحبه تاجر وهيأخر، والبيت كوريا متدهولة في اللي هي فيه، يعني الدنيا أمان 24 قيراط، ولو طلعت عندي محدش هيشوفك، أنا هسبقك وتعالى ورايا. أجي وراكي فين؟ أنت اتعطلتي، أنت عايزة تفضحينا يا نوال؟ هي ناقصة شردة؟ لا شردة ولا مشرداش، وأنا يعني مش هخاف على سمعتي، لا إله إلا الله. ما أنا بقولك الدنيا أمان، وانا كل شويه هكلم سلومه اشوفه فين، ده ما بيعملش مشوار البهايم ده غير فين وفين. والليله بقى لو عدت هيبقى خلاص موت يا حمار بقى على ما ينفع تاني. ده انا عامله لك جوزين حمام هتاكلهم من هنا، وتكسر الشقه اللي فيها، ومخبيه ربع منقوع هينسوك اسمك. يلا بقى انا هسبقك، اوعى تعوق. الله يخرب بيت امك يا شطان. ضعيفه هيما، ضعيفه. يا اهل المنطقه الكرام، طلبت مني الاخت كوريا عبد العاطي ان اناشدكم عبر مكبرات صوت المسجد للبحث عن خالتها المسنه الحاجه سندس، ومن يجدها ان شاء الله له مكافاه مجزيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مشكرين يا عم الشيخ ناصر، ربنا ما يحرمنا منك. المال مال الله والبيت بيت الله، وما انا الا امين على هذه الامانه. الله يبارك لك يا مولانا. سلام عليكم. بقول لك يا اخت كوريا، وامر يا عم الشيخ. الامر لله تبارك وتعالى. انا كنت عايز اكلمك في موضوع بشان الاخ ابراهيم، بس انا شايف في الوقت غير مناسب. انا بقول ننتظر قليلا حتى تطمئني على خالتك ان شاء الله. ماله ابراهيم يا عم الشيخ؟ كل خير ان شاء الله، لا تقلقي. انا بقول ناجل هذا الكلام من الافضل. انا ليا بس رجاء صغير عندك. اتفضل. ان تطلبي من الاخ ابراهيم ان يحضر الى المسجد من وقت الى اخر حتى يبارك الله لكما. دعي له ودعي لي يا مولانا. انت فكرك دخلت الجامع دي سهله ولا اي حد يخشها؟ دي عاوزه قلب، واحنا بنتشعلق في رحمه ربنا من بعيد لبعيد. دعيلنا انت بس. صدور قرار المنع من السفر بسرعه دي معناه ان بكره الصبح هيطلع قرار الضبط والاحضار. يعني ايه؟ انا مش فاهمه ولا كلمه من اللي انت بتقوله ده. انا اسف يا هايدي، ده معناه ان بكره الصبح المفروض انك تكوني محبوسه. ليه؟ على ايه كل ده وانا عملت ايه؟ احنا عارفين ان انت ما عملتيش حاجه، لكن قدام القانون انت اشتركتي مع مروان في الاحتيال على البنك ونصبتوا عليه في 50 مليون دولار وحولتوا الفلوس بره مصر بطريقه غير شرعيه. ده غير ان الاصول اللي انت مقدماها للبنك ما تسويش حتى نص المبلغ. كارثه كارثه الحكايه دي. طب والحل ايه يا دكتور نادر؟ الحل ان هايدي كانت لازم تخرج بره مصر باسرع من كده بكتير، 5 دقايق كان هيفرقوا. دلوقتي بقى مفيش قدامنا غير انها تهرب جوه مصر، نقعدها في مكان البوليس ما يوصلهاش فيه. في نفس الوقت انا هشتغل على القضيه واتابعها بنفسي وحاول اوصل لاسرع حل ممكن قبل ما حد يوصل لها. تيجي تقعد عندي في البيت مع ماما؟ نو واي يا طارق، انت قربها، يعني ممكن يفكروا انها تكون عندك. لا 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 لا، الصح انها تيجي تقعد عندي انا. وبعدين اصلا جوزي طول الوقت بره البيت وبيسافر كتير، ولو هنا ما بيجيش غير على النوم. برضه مش هينفع يا دينا، اكيد هيدوروا عندك. الفيلا اللي انا كنت هتجوز فيها انا و في التجمع الخامس ولسه باسم رجاء اختي، واكيد ما حدش هيفكر فيها. انا يا جماعه مش عايزه اعمل لحد فيكم مشاكل، وبعدين مش عايزه اكمل باقي عمري هربانه. انا مش مجرمه ولا عامله عشان اهرب. انا خلاص قررت، انا هروح وهسلم نفسي واحكي لهم على كل حاجه. هم اكيد لما هيسمعوني وهيشوفوا ان انا ست محترمه وبريئه مش هيحبسوني ظلم. هايدي يا حبيبتي انت طيبه قوي، وبعدين انت في مصر لازم تعرفي ان ياما في الحبس مظاليم، وانا لا يمكن اسمح لبنتي انها تدخل الحبس ساعه واحده او اني الجا لاي حد غريب عشان ينقذك من المشكله دي. مفيش غيري انا، انا بابي اللي عارف مصلحتك. انا حوديك جاردن سيتي، شقه واحده ست شيك كلاس، هفهمها انك انت متخانقه مع جوزك ومستنيه في مكان ما حدش يعرف يوصل لك ليه الا لما تصطلحوا كده. ابقى مطمن عليك ان مفيش حد هيقدر يوصل لك. ابو طالب